نورسنا لمساحتنا الختامية والمساحة المفضلة لكل الصبايا والسيدات واللي بينطروها طبعا كل أسبوع بصباحاتنا، واللي هي بتهتم بالعناية بالبشرة بالتجميل وكل هاي الأسئلة والتفاصيل. بهذا الوقت اللي نحن فيه هلأ بيبلش الناس تسأل إنه مع تغير الطقس، تبدل الحرارة بين الجاف وبين الحار وبين البارد، ببلش البشرة تتعب، فبنقول يلا بدنا نعمل تقشير، بدنا نعمل تنظيف. ولكن بهذا الوقت الناس بتسأل هل هذا الوقت صح؟ صحيح. أنا بقدر أعمل؟ شو نوع التقشير اللي ممكن يكون مناسب لي وشو النوع اللي لا؟ صح سلمى، آراء كثير مختلفة، ونحن مستضيف كثير برحلاتنا الصباحية، أحيانا بتلاقي حتى آراء متناقضة، تجميل متناقضة ومختلفة، ناس بتنصح بالتقشير، ناس بتقول لك لا هي مع التقشير المنزلي. ودائما بيقولوا فصل الشتاء أو بداية الفصل هو أنسب وقت للتقشير لأنه ما بتتعرضوا للشمس بشكل كثير كبير. فخلينا نعرف هي التفاصيل دائما مع الجميلة دكتورة التجميل هلا الحوش. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم سلمى ونور، صباح الخير لكل اللي عم بيشوفونا. أهلا وسهلا صباحك. خلينا نبلش اليوم، دائما بيقولوا فصل الخريف أو بداية الشتاء هو الوقت الأنسب للتقشير. صح. أو لأي شيء ممكن بده ينعمل بالوجه، شو صحة هاي المعلومة وليش؟ كثير من الأشخاص بعد فصل الصيف وبيكونوا طبعاً تعرضوا لمسابح سولاريوم، تعرضوا للشمس لفترات كثير طويلة، بيلاقوا على بداية الشتاء أنه بشرتهم صارت باهتة، ما بقى فيها إكلاء أو نضارة أو رونق، فبيبلشوا بما أنه الشمس بتصير كثير خفيفة. أنه يبلشوا يهتموا ببشرتهم هلأ خلال فصل الشتاء، وهو الوقت الأمثل للعناية بالبشرة أو حتى نعمل كل هاي الإجراءات التجميلية وبشكل خاص التقشير. ففي منهم مثلا ببلشوا انه نحن بس مشان النضاره، يعني ما بتكون مثلا بشرتهم فيها مشكله، انه بس مشان ترجع نضره اكثر، نتخلص من هالخلايا الميته المتقرنه اللي هي تجمعت على سطح الجلد واللي اساسا هي هلا بتمنع السكن انه يستفيد من كريمات العنايه اليوميه او من السكين كير. كل ما كانت هالطبقات هي المتقرنه بعدها موجوده، قد ما بنحط نحن سيرومات وكريمات او مرطبات ما بقى كثير نحن نستفيد منها. فالتقشير بهي الحاله كثير بفيدهم. هي نحن عم نحكي عن الناس اللي ما عندهم ابدا مشاكل ببشرتهم وحابين يعملوا التقشير بس لنوع من انواع النضاره مو اكثر. دكتوره يمكن نحن حتى بنلمس ببشرتنا مع تغير الفصول بتلاقيها ببدايه الشتاء لحالها نشفت، عم تقشر لحالها شوي. فخلينا نحكي عن انواع التقشير اليوم المناسبه اذا بدنا نفصل البشرات او ان كانت بيضة او سمراء او الدهنيه او الجافه، وفينا نفوص بانواع البشرات اللي عندها مشاكل. هلا البشرات اللي ما عندها مشاكل مثل ما قلتي بالبدايه انه انسب تقشير لإلها، يعني نحن بنعرف الديرمابيل بنحكي عنه، نحن بنعرف الفريكشنال كمان، في ناس بتقول لك مع الليزر التقشير الليزري، في ناس بتقول لك لا، يعني نحن استضفنا اكثر من دكتور، في ناس كانت بتحبس هيدا وفي ناس لا. خلينا نحكي عن انواع التقشير المناسبه للبشره وانه الانسب. هلا بالبدايه خلينا نحكي شو هو التقشير او شو هي الكريمات او شو هي المواد اللي نحن بنستخدمها. هلا التقشير الكيماوي طبعا في انواع كثير متعدده، في شيء بتستخدمها البيشنت او المريضه لحالها، بتروح على الصيدليه بتشتريها وبتستخدمها بالبيت، في شيء لا بده طبيب، بده كلينيك، بده عنايه، بده تعليمات. هذا الشيء كمان بيرجع على حسب المريض، يعني احنا اللي بدنا نختار الحاله الصح والماده الصح. مو كل الناس فينا نستخدم لها كل الكريمات. هلا كريمات التقشير الموجوده بالسوق اللي هي نحن بنسميها احماض الفواكه هي الفا هيدروكسي اسيد وبيتا هيدروكسي اسيد. شو هني؟ انا رح احكي بطريقه ما كثير تكون علميه مشان هلا اللي عم يشوفونا يفهموا، مشان اذا راحوا على الصيدليه وجابوا كريم تقشير يعرفوا هن شو عم يستخدموا. هلا احماض الفواكه من اسمها هي مشتقه من الفواكه، الليمون، البرتقال، الشوندر، السكري، التفاح، اللاكتيك اسيد مثلا هو من اللبن، يعني من هالمواد الطبيعيه الموجوده بالطبيعه. هلا الالفا هيدروكسي اسيد اللي هن اشهر نوع فيهم هو الجليكوليك اسيد. هلا في له كثير ماركات او اسماء تجاريه بالسوق اللي هو اشهرها الجليكو ا، الجليكوليك اسيد، وبيجي بتراكيز مختلفه، عندك من الخمسه لحد السبعين، وعندك نحن الاشياء بيجي وراها هو اللاكتيك اسيد اللي هو مشتق من حمض اللبن. هذا النوع من احماض الفا هيدروكسي بيناسبوا الناس اللي بشرتهم جافه او عاديه، لانه هن هدول احماض منحلين بالماء، التقشير تبعهم كثير سطحي وبيخلوا البشره تضل رطبه وتضل فيها مي. هلا البيتا او خلينا نقول احماض الفواكه البيتا هيدروكسي اسيد اللي هن الساليسيليك اسيد. هلا الساليسيليك اسيد حتى موجود بكثير من الغسولات من السيرومات، هذا بيناسب الناس اللي بشرتهم دهنيه ومختلطه، الناس اللي عندهم حب الشباب، الناس اللي عندهم الروس السوداء او البيضاء او هن زيوانات يعني المفتوحه والمغلقه، هون بقى بفوت اعمق بالبشره،
لانه هو بينحل بالدهون فبيفوت لمستوى عميق وبينشف البشره، مشان هيك نحن بنفضل يستخدمون الناس اللي بشرتهم دهنيه او مختلطه. ننتقل لنوع ثاني من المقشرات اللي هي الريتينويدات او الريتين ا، كمان موجوده باشكال او خلينا نقول باشكال متنوعه، سيرومات، كريمات وباسماء تجاريه مختلفه. كثير من الناس بيستخدموا الريتينويد بكل اشكاله، هون انت دخلتي بمستوى اعمق بيفوت اكثر لجوا. والشيء الحلو بالريتينول انه هو بيعمل بايو ستيميوليت لالياف الكولاجين والالاستين، يعني انت هون مو بس اشتغلتي على التقشير، اشتغلتي على النضاره، على مكافحه الشيخوخه للمدى البعيد. كمان عندنا نوع اخر من المقشرات اللي بتستخدم بالعيادات، هي بقى بدها طبيب، ما فينا الصبيه لحالها بالبيت تطبقهم، مثل الحمض الخل ثلاثي الكلور او التي سي اي. هون بتكون المشاكل اللي نحن عم نستهدفها صارت اكبر بالبشره. في عندنا مقشرات مثل الفينول، في طيف كثير واسع، بس مو كل الناس تقدر تستخدم نفس النوع ونفس التركيز ونفس المواد. كل حدا في شيء بيناسب بشرته حسب المشكله اللي نحن عم نستهدفها. طيب خلينا نحكي عن اهميه التقشير بحد ذاته، وانا ايمت بلجأ له. يعني في ناس بتقلك انه انا بخاف اخذ هاي الخطوه، ممكن يكون لها اثار جانبيه، خليني اعمل بس تنظيف بشره. هل تنظيف البشره بيغني عن التقشير او هو مرحله مهيئه للتقشير؟ هلا تنظيف البشره شيء والتقشير شيء. هلا تنظيف البشره انه انت فتحتي المسامات بالبخار وحطيتي ماسكات معينه بتعطيكي نضاره لفتره زمنيه مؤقته. التقشير غير، انت التقشير عم تستهدفي مثل ما حكينا البشره الباهته او الجفاف، عم نستهدف طبقه جلد كامله. تمام. نحن مثل ما هو معروف علميا انه الجلد بيرمم نفسه، او خلينا نقول نحن الطبقه المتقرنه او الطبقه السطحيه كل 28 يوم بتتبدل. كل ما كبرنا بالعمر اكثر او تعرضنا لتلوث بيئي، او نحن تعرضنا كثير لازيات ضيائيه، او الناس اللي بتكبر شوي بتصير فوق ال 45 ما بقى 28 يوم، بتصير هالطبقه هي ما تهر غير ل 60 يوم او ل 40 يوم. فنحن هون بالتقشير بالعكس ساعدنا انه نتخلص من هالخلايا الميته، تطلع هالخلايا الجديده اللي فيها نضاره. فنحن مثلا بنعالج فيه المسام الواسعه، الهالات السوداء حول العين، الندبات، ندبات حب الشباب باشكالها، الندبات السطحيه والندبات العميقه، حتى البيجمنتيشن او التصبغات سواء كان تاركه حب الشباب او الكلف او بتجي مثلا بعد الحمل بعد الارضاع النمش، حتى كمان الشيخوخه اللي بتصير بالجلد، الرخاوه، كل هذا بيشتغل عليها التقشير. كمان في عندنا بعض الامراض الجلديه اللي ممكن انه تستفيد من التقشير، مثل مثلا عندنا نوع من انواع التواليل المسطحه كمان بنوصف لها مقشرات، عندنا الشيخوخه الضيائيه، الشامات الضيائيه، التقرانات الضيائيه، هو مو بس تجميلي، احيانا ببعض الحالات بيكون علاجي. ومثل ما حكينا بدنا نحن ننقي الحاله الصح والاستطباب الصح. صحيح، ويمكن قلتي خلال حديثك حسب الحاله نحن بنتوجه. بس اي صبيه مثلا هي بتعتني ببشرتها، بتحب بشرتها تكون نظيفه مثل ما قلنا دائما نضيره، التقشير يعني اللي بينصحوا فيه الاطباء انه كل 6 شهور مره او مرتين بالسنه، شو هو اللي بتنصحي فيه اكثر؟ يعني التقشير بتوجه للليزر اللي ما عندهم مشاكل، ولا فينا نتوجه للكريمات التقشير المنزلي، ولا ممكن مره او مرتين بالسنه نروح اتجاههم؟ هلا انا بفضل الصبيه اللي ما عندها مشاكل بس بدها اياها للنضاره، لشويه للمسامات مثلا، او عدم التباين اللون، خلينا نقول عدم التجانس اللوني، يعني انه بصير في عندنا مثلا فروقات بلون الوجه مثلا، خاصه الصبايا اللي بيكونوا محجبين بتلاقي مثلا منطقه صارت اغمق من المنطقه المغطايه. هدول فينهم هن لحالهم بالبيت يبلشوا بكريمات بتركيز معينه بايام معينه بالاسبوع، طبعا هو بنحط مساء حصرا بالشمس ما بينطلع فيه لانه صحيح. الشمس بتعمل حساسيه ضيائيه ممكن تترك لنا تصبغات على المدى البعيد. الصبيه تبعد دائما عن عيونها وعن شفتها، هون الجلده بتكون كثير رقيقه ما لازم نحط عليها مقشر. تستخدمه بالبدايه مرتين بالاسبوع، وكل ما لقيت بشرتها عم تتحمله اكثر فينا نزيد نحن عدد المرات. اشهر الشتاء هي فقط المخصصه للتقشير، بالصيف ما بننصح فيه ابدا، ولفتره زمنيه شهرين او ثلاثه. هلا نحن بنلجأ للوسائل خلينا نقول اللي هي اكثر نوعيه لما يكون في مشكله اوضح، لتكون الندب كثير عميقه، يكون عندنا مشاكل صارت كثير عميقه وما عم تستفيد المريضه على المقشر، نلجأ لانواع الليزرات المختلفه، من الليزر الفراكشنال الكربوني، في انواع معدده من الليزرات حسب الحاله. نعم. طيب دكتوره، في كثير ناس بتجيب غسولات يوميه
هاي الغسولات بيكون فيها نسبة من المواد مثل ما قلت حضرتك بتساعد على التقشير وبيستخدموها كتير. هل كمان هذا استخدامها بشكل عشوائي غلط؟ قديش لازم أنا؟ شو الحد المسموح حتى لهي المواد اللي هي التركيبات فيها بسيطة مو مؤذية جدا؟ صح، في كتير غسولات وسيرومات بيدخل فيها ساليسيليك أسيد بشكل أساسي، ماسكات كريمات كتير عم نشوف في ناس تستخدمها كل يوم. تماما، لا أكيد غلط، لأنه حسب نوع بشرتك. إذا كانت بشرتك جافة وأنت عم بتقشريها بالغسول وعم تحطي ساليسيليك أسيد، بالعكس أنت عم تنشفيها أكتر، عم تعرضيها أكتر للحساسية الضيائية، لتصبغات، لشيخوخة. غلط استخدامه بشكل عشوائي. كل نوع بشرة مثل ما حكينا لازم يكون له سكين كير خاصة فيه. البشرة الدهنية بتتحمل أنه أنت مثلا تستخدمي لها، أو اللي عندهم مثلا روس سوداء أو زيوان بتتحمل أنه أنت تستخدمي مثلا الغسول مرة الصبح مرة المساء. بس بالمقابل حتى البشرة الدهنية بمرحلة من المراحل بتتعرض أنه هي تنشف، فبصير بقى بدها مرطب مع يعني الاستخدام العشوائي طبعا كتير غلط، لأنه هاي المواد مع الوقت ممكن تترك كتير تأثيرات جانبية إذا ما استخدمت بالطريقة اللي هي صح. طبعا نحاول نستفيد من الوقت معك دكتورة هلا ونفيد كل الصبايا. لما نقول صبية تقدمت بالعمر شوي، يعني احنا بنعرف البشرة تحت 30 تختلف عن البشرة فوق سن 30 كمان فوق سن الأربعين. لما نقول بلشت الصبية بسن الأربعين، والموضوع بالتعامل مع البشرة بيكون مختلف. إذا بدها تعتني فيها بطريقة التقشير، كيف بيكون التعامل معها؟ فقط من خلال الكريمات ولا لا كمان ممكن أنا أتجه لعمليات التقشير بالعيادات التجميلية؟ طبعا هلأ كل ما كبرنا بالعمر ألياف الكولاجين والإلاستين بتتكسر، فبتصير أقل، بتبقى هاي الكريمات عم تعطي فعالية بس بنسبة كتير محدودة. هلأ أنا دايما بنصح الصبايا لما بنصير نحن بعمر 30 وفوق أنه نحن كمان نعزز هاي الأشياء. مثلا كريم المقشر هلأ صار في كتير منتجات بيضيفوا له إضافات تانية تشتغل حتى على النضارة وعلى الشباب. بيضيفوا له هيرونيك أسيد، فيتامين سي، نياسينامايد، مواد جديدة هلأ طالعة إسا كمان بتحفز تأثير هاي المواد، تعطينا نتيجة أهم كمان. يعني شو أكثر الكريمات اللي تنصحي فيها مثلا خلال الليل أو النهار اللي فيها فيتامينز للبشرة بعد سن 30؟ هلأ أهم شيء الأشياء اللي فيها فيتامين إي، هيرونيك أسيد، نياسينامايد وفيتامين سي. هدول عم يجوا كتير، عم يجوا هلأ مركبات مثل السيرومات، وحتى أحيانا عم بيكون في مشاركة من أكثر من صنف فيك تستخدميه تحت الكريم المرطب او الصبح تحت واقي الشمس. هدول تمام فبيأخروا الشيخوخه للمدى البعيد، بس احيانا بتوصلي لمرحله معينه او هالرخاوه اللي عم بتكون بالجلد ما بتكفيها المقشرات. يعني حتى لما مثلا بتجي لهي المريضه على العياده لتعمل مثلا تي سي اي او حمض الخل ثلاثي الكلور، هو تقشير كثير عميق، او حتى جليكوليك بتركيز 70 أو 50%، أوكي بيعطيها نتيجة حلوة بس هي محدودة. بقى هون بقى بصير بدها إجراءات أخرى، حقنات، بوتوكس، فيلرز، مواد بوستر يعني بتحرض الكولاجين، يعني بصير بقى بدها مشاركات، خيوط، ما بقى بتصير النتيجة بالكريمات أو هالمقشرات كافية. طيب قبل ما نختم مع حديثنا دكتورة هلا، أبرز النصائح اللي بتحبي تقوليها اليوم لكل السيدات أو الصبايا المقبلين اللي ممكن يكون في عندهم عملية تقشير، وقد ايه المدة بتستغرق؟ يعني اليوم أنا بكفيني جلسة واحدة بالعيادة، وخصوصا حسب الأنواع المتعددة اللي حضرتك حكيتي عنها. هلأ أنا بداية بس في نقطة بدي أحكي فيها، كتير لازم ننتبه على الصبايا اللي عم ياخدوا ريتان، وهلأ هو كتير منتشر وكتير شائع. كل صبية عم تتعالج بريتان أو أنتيبيوتيك مثلا من زمر السايكلينات لحب الشباب أو لأدوية أخرى أو موانع حمل أو أدوية مثلا هرمونية، كتير بتدير بالها باستخدام المقشرات. ما بصير نحن نستخدم مقشر إذا نحن عم ناخد ريتان، لازم نترك مثلا فترة زمنية 3 شهور. ما بصير نستخدمه نحن عندنا هلأ جلسات ليزر إزالة أشعار مثلا بالوجه أو بمناطق تانية ونحن عم نحط فوقها مقشر. ما بصير نحن نستخدمه وعندنا جفاف أو حساسية ضيائية. بس هي النقطة بحب نوه عنا، لأنه كتير بيراجعوني بالعيادات إنه أنا عم باخد الريتان وهلأ بلش التأشير بالشتاء. كمان هذا الشيء خطأ كتير شائع، بس هيك حبيت احكي عنه للحظة. هلا كل صبية هلا مع خلينا نقول هلا بهذا الشهر بتخف الشمس كتير، فينا تبلش بتركيز كتير خفيف مثلا باحماض الفواكه، خلينا نقول اخف اللي هو الجليكوليك اسيد، تبلش مثلا تحطه يومين بالاسبوع، بالايام اللي ما بتحط فيها مقشر تحط المساء بداله مرطب. ومثلا الاسبوع اللي بعده تزيد عدد الايام اللي عم تستخدمهم، مثلا يصيروا 3،
لنهاية الشهر مثلا فينا بقى تستخدمه كل يوم، هالشهرين الشتاء كافيين، وبقى بترجع بتنطر ليرجع الشتاء مرة تانية يعني للسنة التانية. هذا بيكون كتير كافي للمشاكل الخفيفة والمتوسطة للبشرة. طب المرطبات قديش مهمة خلال النهار والليل لنحافظ على بشرتنا بشكل عام لكل الصبايا؟ هلا المرطب المفروض انه اي حدا ما يستغني عنه، شو ما كان نوع البشرة إلى مرطبات خاصة فيها. الترطيب هو من اهم، يعني اذا السيدة بتستغني عن كل شيء في كريمات عندها بالبيت لازم ما تهمل لا المرطب ولا الواقي الشمس، هدول بأخروا الشيخوخة، بأخروا مشاكل الجلد، تجاعيد الناعمة، البقع للمدى الكتير بعيد. بالختام نشكرك الدكتورة هلا الحوش الاختصاصية في التجميل، ونتمنى أكيد صباحنا يكون هيك كان جميل مع كل المشاهدين معك، وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتيها. أهلا وسهلا ويسعد صباحكم. أكيد نشكرك دكتورة هلا الحوش دكتورة التجميل الجميلة على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا.